تصعيدهم لن يتوقف حتى تحقيق المطالب. هكذا تعاهدوا على العز أو العزاء. من بين آلاف الحشود في اعتصام العيون بساحل حضرموت، لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام تؤكد أن قوات النخبة الحضرمية وثروات حضرموت خط أحمر، وأن التحالف العربي حليف أبناء حضرموت. هناك اتفاق من قبل المنطقة العسكرية الأولى في النقاط، وما زالت تأخذ الجبايات على ما تم الاتفاق عليه. واليوم بلغوني في نقاط في الخشعة وفي العبر أنهم يأخذون فلوس على القواطر الذي يسمحنا لها بالمرور. هذا واحد. بالنسبة للميزان عبد الله غريب، ما زال يستلم يعني جبايات ويستلم غرامات على المواد الغذائية التي أنتم كلكم تأكلونها، بالتالي ترفع الأسعار عليكم. ونشكر التحالف العربي على وقوفه معانا بقيادة المملكة العربية السعودية، ونخص شكرنا برضو لدولة الإمارات على ما قدمته تياح حضرموت، ونطلب المزيد. أمام الحشود صرح الشيخ الجابري أن المنطقة الأولى وأصحاب الميازين هم من نكثوا بالعهد بين السلطة المحلية واللجنة، مؤكدا سعي اللجنة إلى عدم حرف مسار الهبة وكذا عدم تنازلها عن مطالب حضرموت، منبها الحشود بعدم القيام بأي تصرفات فردية دون علم اللجنة. والله العظيم ما جينا هنا إلا وإحنا حاملين أكفاننا بأيدينا، نموت بشرف أو نعيش بشرف، غير الكلام هذا مرفوض. لن نطوي الخيام حقنا الواقفة هذه ونرجع لبيوتنا أبدا، لن تطوى هذه الخيام أبدا، والناس خرجت ولن تعود، وسوف يكون هناك تصعيد من كل الجوانب، ممكن حتى نعيد النقاط إلى مكانها، وممكن أن يحق لنا أن نعمل اعتصامات في المدينة، وممكن أن نزحف إلى قصور الفاسدين. في كل مديرية سكانها أكثر من 34,000 إلى 50,000، محطة بنزين سعرها يوصل أكثر من 3 كيلو 4 كيلو. ليه؟ بترول ومن حضرموت، ديزل ومن حضرموت. يا أخي على الأقل استحوا شوية، استحوا استحوا استحوا. كم نهبتوا؟ كم سرقتوا؟ كم وكم؟ الهبة الحضرمية ما زالت تحمل في مراحلها الكثير من أوراق الضغط، ضغط بطرق وأساليب مختلفة قد يشكل نقطة تحول نحو تحرير الأرض وانتزاع القرار والثروة. محمد بحفين، الغد المشرق، المكلا.